البلاصه اللي تحقت هي هذه كنشوفوها، حقو كانت الافيش على فهاد البلاصه حتى هي، وعاد زيد هاد البلاصه لله. هذه بلاصه البير، بلاصه البير موتور، موتور البير. موتور فين كاين الموتور باش يخدم البير؟ ها البير فين كاين؟ واخا بقى معايا اذا لحظات قليله. حنا في البث المباشر، ريت ما التحقوا بنا الساده المشاهدين الكرام بطبيعه الحال. إذا تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من العيايطة ولاد قناو بإقليم بني ملال. جد خطير هذا الشيء اللي غادي تسمعوا بطبيعة الحال مشاهدينا ومتابعينا الكرام. واحد الفلاح كيتهم شباب من المنطقة باللي حرقوا لي البلاصة اللي كيعيش منها، وسرقوا لي الماتيريال والغطاء ديال البير، وتيقول بغيت المسؤولين ياخذوا لي حقي من هاد الناس. وغادي يحكي لنا شنو اللي وقع معاه بالضبط، يعني كيفاش الطريقه، وشنو اللي شنو اللي وقع مع هاد الشباب بعد ما جاء عندهم بلاتي احسن وقال لهم حيدوا من هنا حفاظا على السلامه ديالكم باش ما يوقع لكم والو، الا انهم للاسف الشديد. تفضل اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا. الاسم ديالك أخوي. معكم اموي كمال، دوار العياطه، ولاد قناو، قليم بني ملال. شنو اللي وقع سيدي في هاد البلاصه؟ اللي وقع في هاد البلاصه دزت واحد الناريات من هنا، نهار اش كان في الشهر؟ نهار 16 شهر 1 2023 دزت من هنا غادي في الليل في حالي، وانا واحد الضيعه عندنا قريبه للفيلاج، دزت غادي في حالي تنصيب 6 5 الاولاد ومعهم واحد البنت، مريحين مشعلين العافيه تيسخنوا في البلاد عندي. وهاد الناس من المنطقه هنا؟ هادو ولاد المنطقه، شباب المنطقه. كتعرفهم؟ تنعرفهم كلشي واحد واحد. تفريت منهم قلت لهم الدراري راه هنا بير غادي يضروا غادي كل غادي. تخفتي عليهم؟ خفت عليهم لا يدوزوا يلوحوا لنا شي، يطيح شي واحد في البير ولا شي حاجه، ولاو شي اضرارات كبيره وليو. مشيت في حالي خليتهم. الغد مع الصباح تنجي تنصيب تنصيب حرق الموتور البير، هذا واحد الشبكه تاع البير حتى هي مشات. في الوقت تقريبا ديال الصباح؟ الصباح شي 10 هكاك تاع الصباح ولا 11. تفاجئتي تفاجئ كل شيء تحرق، كل شيء مشى، كل شيء في حال الموتور، معدات ضررت بزاف، راه عرفتي كل شيء مشى ليا. وهاد انت في خدمتك؟ الخدمه هي الفلاحه عندنا، الفلاحه صافي. كتعيش من الفلاحة؟ عايش من الفلاحة، من هاد البليدة، وما داو لنا الموتور تحرك كل شيء. حنا واقفين دروكا راه زارعين الزرع، بغينا نسقيو، ما وصلنا باش نسقيو باش حتى حاجة، كل شيء مشى الموتور، مشى ضرونا بزاف. حنا واقفين وهاد الفلاحة هي مناش تنعيشو، مناش كل شيء. وتنطالب دروكا بالمسؤولين. البير مالو؟ البير اش وقع فيه؟ البير حيدوا لي الشوكة تاعو، كان مغطي داوها، كل شيء مشى. موقع ريان كامل، كامل مشى، الموتور تحرق، كل شيء. شتي شي لقيتيهم؟ كانوا مشى عليه العافيه. كانوا مشى عليه العافيه تيسخنوا وتيشربوا. تيسخنوا في العافيه؟ واه تيسخنوا في العافيه. كانوا مشى علينا في هذه البلاصه هذه؟ كانوا مشى علينا في هذه البلاصه حدا البير نيت. في هذه البلاصه؟ في هذه البلاصه. واه هذه البلاصه هنا فين كانوا مشى علينا. هذيك البلاصه تما مشى علينا، مريحين تيسخنوا. قلت لهم بعدوا من هنا، وقرونا عليكم، راه حنا راه هنا مناش تنعيشوا، مناش طرا شي حاجه ولا شي، ولا انتم توليو شي اضرار ونوليو في بزاف. انت في الاول خفتي غير على السلامه ديالهم؟ غير على السلامه تاعهم، لا شي واحد يوقع ليه شي حاجه. هما هاد البير حنا من شحال هادو ما كانش اللي تيقرب ليه، ما كانش اللي تيوصلوا، ما كانش اللي تيقرب لينا. والصباح وانا الصراحه مشاك في هاد الناس هادو، شي واحد فيهم واش فيه بيني وبينه شي حسيفه ولا ما عرفت. المهم ما عرفتش انا هادشي. من بعد يعني ما سطيت هادشي محروق درتي واحد فين مشيتي؟ مشيت عند رجال الدارك، شكيت عليهم. المهم جاو عينوا المكان، شافوا. درتي شكايه عند السي الوكيل؟ درت شكايه عند السي الوكيل، وحنا متضررين بزاف، تنطالبوا من السي الوكيل يشوف لنا يعني احنا واقفين. كلشي ضرينا، مشى الموتور، مشى كلشي، تحرق بياتريات. 16 في شهر واحد انت ما خدامش؟ ما خدامش ما والو، حتى بغينا نسقيو شي زرع هنا و واقف الوقت. ما كاينش من كاينش الماتيريال باش تخدم؟ ما كاينش الماتيريال، مشى الموتور باش غتخدم. تسرق؟ تحرق، تحرق وتسرقوا كلشي، حرقوه الموتور، تحرق ما بقى فيه والو مع ديال البوط. ايوا دابا انت تطالب بالانصاف ديالك وتطالب بالسلامة. وهذاك الشيء باش تنطالب، هذاك الشيء باش تنطالب.
يعني اللي دار شي حاجه خصو يتعاقب. يا اللي دار شي حاجه خصو يتعاقب، خصها تاخذ عبره للبنادم، لان هذا الشيء راه تيقولوا المغاربه اللي دار الذنب يتسال العقوبه. يتسال العقوبه والعافيه، راه ماشي راه القتل هذاك. إضرام النار راه خطير جدا، جنايه مخالفه عليه القانون. ويا واشنو، راه اللي حرق راه يقتل، راه اللي حرق راه ودخلوا من الباب. اش غنقولوا، لا اله الا الله. هاد الدراري تنعرفهم واحد واحد، وها ولاد المنطقه، وما بينك وبينهم ما الخير، ما بيني وبينهم ما الخير والاحسان، معاهم بيخد واحد و يعني واخا تصيبهم هنا واخا نصيبهم جالسين معني دايزين مع الطريق، يدخلوا حدا البلاد يريحوا هذاك. هاني ماشي مهم تنقول لهم حتى حاجه. واش هذيك النهاريات ما رضاوش ولا ما عرفت، ما فهمتش انا هذا الشيء بينات. واخا سي انا نوريو للناس اش اللي وقع هنا بالضبط، سامحني لان متابعينا مشاهدينا الكرام، يعني كيف ما تيشرح لنا، جي معايا خويا العزيز، اجي معايا كيف ما شرح لنا هذا السيد، يعني هاد الناس، هاد الشباب، سته ديال الشباب، يعني خمسه الشباب وشابه كانوا هنا كيسخنوا ليله 16 يناير، يعني 16/1/2023، كانوا تيسخنوا هنا من جهه السيد. قال لهم هذه بلادي الارضي، يعني البلاصه من كنعيش، عفاكم حيدوا لي من هنا، راني خايف على السلامه ديالكم ولا لا توقع شي حاجه. هذا البير يعني تحيدت لي الشبكه، داروا لي غير هذا الغطاء يعني مؤقت، لانه تحيدت لي الشبكه ولا خطر، تيشكل خطر. وهذا البيت يعني ديال الموتور اللي تحرق بطبيعه الحال، وتسرقات المعدات، يعني الموتور، يعني هذه المخلفات ديال هذا الحريق بطبيعه الحال. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتمنى بطبيعه الحال قلت ما هرسوه دخلوا كالقفل هنا، كان الباب هرسوه، راه ركبت لي قفل اخر، ركبتي قفل اخر. واخا اذا متابعينا مشاهدينا الكرام، كنتمنى ان الرساله ديال هذا الشخص تكون وصلت للسلطات المسؤوله بطبيعه الحال، لمن يهمه الامر. الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها، مع تحيات اخوكم طارق دائما. اسعد الله اوقاتكم بكل خير، والى اللقاء.